تشاهدون لاحقا عامل الخبز فقط على نيكلوديان. هل تظنون أنكم رأيتم كل شيء؟ وأنه ليس هناك أي جديد لتكتشفوه؟ ماذا لو أخبرتكم أن سبونج بوب المفضل لديكم قد عاد بحلقات جديدة مليئة بالمغامرات الرائعة مسلية أكثر إثارة؟ لا تفوتوا مشاهدة الحلقات الجديدة من سبونج بوب كل يوم فقط على نيكلوديان. ظنوا أنهم سيجدون لاجئا في الغابة. تعافى قريبا يا صديقي. لكن ظنهم كان خاطئا. من هناك؟ حمقى. شاهدوا كيف يحضرون أنفسهم ليستعيدوا المدينة. شيء مضحك صحيح؟ ويقهروا الكرانك. نعم. لا تفوتوا مشاهدة سلاحف النينجا كل يوم فقط على نيكلوديان. وستشاهدون الآن عامل الخبز فقط على نيكلوديان. في مسلسل نيكلوديان عامل الخبز قابل بدو. أنا بطة. إنه قصير يرتدي اللون الأحمر ويثب مثل الكرة. نكة النينجا شكلها دورة. إذا كنتم تريدون الخبز فقط فهناك شخص واحد يستطيع أن يحضره لكم بأفضل طريقة. تعنينا بدو؟ بدوفس؟ أنا اسمي بودو. قابلوا بدو في عامل الخبز كل يوم في الأوقات التالية فقط على نيكلوديان. نيكلوديان.